يعطيكم العافية. بدرس اليوم رح نكفي دروس اللغة. بعد ما أخذنا كيف نعمل البروفايل، صار وقت نشوف كيف ما نعمل إحنا الأسامبلي. الأسامبلي يعني هي عبارة عن الشكل التصميمي للطريق. مثلا مثل عنا هذا الأسامبلي، طريق بيتألف من مالي ترايت عرضه 7 أمتار و20 سنتي، ومالي لافت كمان نفس العرض، وفي عنا كاربستون، وعنا سايد ووك، وعنا بالنص مثل آيلاند جزيرة وسطية. بس قبل ما نشوف كيف هايدي فينا نرسمها، لازم نعرف الأسامبلي من شو بتتألف. الأسامبلي بتتألف من كود ولينك، من بوينت ولينك وشيب. ارسم عني سيركل صغير مثلا، هون اعمل له كوبي، مثلا نحن عنا طبقة الزفت الأول اللي هاي باللون الأسود، هي عبارة عن ركتانج، فهي بتتألف أول شيء من 4 points، 4 زوايا، الركتانجل له 4 زوايا. ثاني شيء بتتألف من لينك. نحن البوينتس كيف نوصلهم؟ بنوصلهم من خلال لينكس، هذا هو اللينك. بعد ما نوصل اللينك، في عنا شيء اسمه شيب. الشيب يعني هو الشكل، وكل قسم من البوينت واللينك والشيب في لهم كود. هذا الكود لشو بنستخدمه؟ بنستخدم الكود نحنا مثلا للنقاط كرمال لما نسحبها من السفل نعرف موقعها على الارض. مثلا افتراضا بدي الكود انا لهيدي النقطه، وبدي الكود مثلا لنهايه الطريق، لحتى لما اسحبها من السفل اعرف طريق وين جاي على الارض. وعندي الكود الخاص باللينك لشو بستخدمه؟ الكود اللي خاص باللينك نستخدمه كرمال نحسب الكميات، رح نشوفها هيدي بدرس الكوريدور. في عندي شيء خاصه، في شيء عندي اسمه توب لينك، في شيء اسمه عندي بوتوم لينك، هودي رح نشوفهم بالكوريدور. وعندي الكود للشيب، هو الشيب عبارة عن شو؟ عبارة عن اسفل سب بيز بيس كورس اللي هو. طيب هلا رح نشوف كيف نرسم هاي الاسامبلي. اول شيء حتى ابلش بالاسامبلي حاجي على اسامبلي، رح اقول له كرييت اسامبلي، رح نسميها مثلا A-Y، حقول له اوكي، رح نحطها تحت هيدي مباشرة. هلا بدي بلش اركب هودي جوات الاسامبلي. كيف بدي بلش ارسم اني هذا الشكل؟ نحن اول شيء رح نرسم معني لاين بس، بالاسامبلي انا عندي رايت، هاي مالي رايت، وعندي هاي مالي لفت. فنحن بنرسم مالي رايت وبنعمل ميرور لللفت. طيب نحن اول شيء قلنا عندنا هذه الايلاند وعندنا كاربستون، بعدين عندي العرض الحاره عرض الزفت. اللي لازم نفهمه بالاسامبلي، اذا جينا عملنا زوم، عندي انا هذه النقطه هي الميد بوينت. هذه الميد بوينت اذا انا بدي اشوفها، الميد بوينت هيدي هي عبارة يعني ارتفاع الزفت حيكون بالميد بوينت، يعني ارسم قال مثلا قال انت ارتفاع الزفت، هذا هو ارتفاع الزفت وجه الطريق، وببلشوا الطبقات التانية تجي تحت. طيب اذا جيت اني لهون على الاسامبلي رح شوف ان طبقة الزفت نازلة تحت الايلاند تحت الجزيرة. رح نشوف انه الايلاند هون مرتفعة بمقدار اللي هو 33 سنتي عن الزفت، يعني فعليا
الايلاند راح تكون تقريبا بهذا الارتفاع هون، وطبقة الزفت حتجي هون. كيف بدي بلش ارسم؟ انا راح اشيل هودي اللاينز. بنبلش نرسم في شيء اسمه تول باليت اللي هي هيدي، او كنترول 3 هنضغط عليها. التول باليتس عندي شيء خاص بالبيزك، لين، شولدر، ميديان، كيرب، ديلايت، جينيريك، في عندي كتير قصص فيها، يعني التول باليت بحر لحر. انا بدي بلش ارسم اللين، لنرسم عني اللين الموجود عندي في، حاجي على اللين رح استخدم شيء اسمه لين فرام تايبر ميديان 1. حاضر على هيطلع لي معلومات عنه. اول شيء بيسالني هون على السايد، ما بتحطها، رح اقول له انا خليها رايت. رح يقول لي اللين ويد، رح اقول له انا 7.20. السوبر اليفيشن انا مستخدم السوبر اليفيشن، فبقول له رايت اوت سايد لين، يعني رح يبلش للسنتر يروح لبرا لبرات اللين. عندي الديفولت سلوب هي ماينس 2، عندي الانسايد ادجستمنت والاوتسايد ادجستمنت. شو هني هود؟ الانسايد ادجستمنت هو هذا الفراغ من السنتر هون لها، هو عبارة تقريبا عن متر 22 سنت، هذا هو الانسايد ادجستمنت. وعندي انا طبقات الاسفل 8 سنتي، الاسفل 2 داب 7.10 سنتي، عندي السب بيز 20 سنتي، والبيز كورس عندي 30 سنتي. عندي هاي الاسفلت 1 اسفلت 2، عندي السب بيز، وعندي البيز كورس. رح نرجع نجي على اللين فرام تيبرت ميديان، رح اقول له 7.2 سوبر اليفيشن رايت اوتسايد، سلوب دايركشن اواي فروم كراون، عندي الانسايد ادجستمنت رح خليها 1.22، عندي البيف 1 قلنا هي عبارة عن 8 سنتي، البيف 2 10 سنتي، البيز 20 سنتي، عفوا البيز هون 20 سنتي، وعندي صب بيز 30 سنتي. هاجي احطها على السنتي. رح نشوف كيف عمل لي هذا الفراغ اللي بدي اياه يعني، وحط لي اللي هلا بدي ارسم كاربستو عرضه 22 سنتي، قايل لي انه تحت الاسفل في عندي 33 سنتي، البلو 18 سنتي، يعني هو هاني هاي طبعا عندي 8 سنتي وهي 10 18 سنتي تحت طبقة الزفت وجه الزفت، وعندي 33 سنتي اللي هي من هون لهون فوجه الزفت. رح نجي على البيزك، حط بيزك كيرب مايل رايت، الويدز 22 سنتي 0.22، الدبس عندي هو اذا قلنا نحن 18 سنتي تحت الزفت و 33 فأوجه الزفت، يعني عندي الدبس كله 51 سنت، فلح حطان 51 سنت. بيلو عندي هون 18 سنت، لح نجي ونحطان، هنعمل اسكيب. لح نشوف انه وصلت للبيف 2 وعندي هون 53 سنت. هلأ بدي احط السايد ووك، السايد ووك قلنا
2 متر والدبس تبعها بعتقد 10 سنتي 10 سنتي سايد ووك دبس. طيب هنجي على البيزك كمان بيزك سايد ووك الويدز مترين الدبس 10 سنتي ولح نجي نحطه بين المرض. هلا شو بدي اعمل؟ بدي اعمل الكيرب الجمال جوا ببساطة بوقف هاي الكيرب ولح اقول له ميرور لح اقول له اكليه حط له. هلا بدي اعمل ميرور مايت الرايت احطها كلها على مايت اللافت فلا علم علي هون رح اقول له ميرور اعمل لي ميرور لا بس انا بتاكد انه هيدي مايلت لافت كنترول 1 لافت هاني اهم شيء السوبر اليفيشن بقول له لافت اوت سايد لين واوي فروم كراون وبسك. طيب شو بعد عندي؟ بعد عندي الجزيرة الوسطية كيف بدي ارسمها؟ لحتى ارسمها رح استخدم شيء خاصه بالميديان ميديان raised constant slope. بس لحتى استخدم هيدي بدي اعمل خطوة قبل ما استخدمها اللي هي بدي احط انا نقطة هون الميديان ريس كونستانت هي بدها تبلش من هاي البوينت وتنتهي عند هيدي البوينت. بس انا اذا ما عرفتلوش اسم هيدي البوينت رح تبلش من هون ورح تضل ماشي الى ما لا نهاية حتضل ماشي مش حتوقف عند هاي النقطة. فانا بدي اضطر اعرفله نقطة هون كرمال لما دخل ميديان ريز كونستانت رح تبلش من هون وتنتهي عند هيدي النقطة. هاي النقطة عبارة عن رح نجي على الكونديشنال لا عفوا على الجينيريك في شيء اسمه مارك بوينت حقص عليه. اهم شيء البوينت نيم هنسميها A كابيتال رح حطها حط لي البوينتس. هلا لما اجي على الميديان ريست كونستانت شو عم يعمل لي هون؟ عم يسألني عن الماركت بوينت. شو هي الماركت بوينت؟ رح اقول له اسمها هي A الدبس تبعها 10 سنتي ورح اقول له بلش لي من هون وتنتهي عند هلا. هلا بالسيفل شو عمل هون؟ هذا وصلت لهون. هل هي فعليا مش واصلة هذا ستايل؟ هي خلص ضربت هون عند هاي البوينتس خلص شفت هيدي البوينتس الماركت بوينتس اللي هي وقفت عندها بينما هيدا شكل ستايل. هلا لما نكفي بالكوريدور رح نشوف انه واصلة للبوينت هون مش مكفية وهيدا عبارة عن فقط ستايل. شو بعض عندي بالصبع السمك؟ بعض عندي الديلايت. شو هو الديلايت؟ نحن عنا الخط الأحمر هذا هو عبارة عن الأرض الطبيعية أكيد حيكون في محلات رادل أكيد حيكون في محلات حفر. فنحن لما نردم ونحفر ننزل بميول إلى سلوب ما بننزل بشكل رأس. بحالة الفيل رح ننزل بهذا المايل سلوب وبحالة القط هنطلع كمان بسلوب. يعني هذا القط هذه كل المنطقة هون رح تنحفر ونطلع بسلوب وبحالة الفيل هيدي المنطقة كلها حتنردم حننزل بسلوب. طيب أنا عندي تو تيبلز لحالة القط ولحالة الفيل حنبلش بحالة الفيل. عم بيقولي إذا كان الارتفاع من 0 ل 1 متر خد السلوب 4 ل 1. شو قصده فيه؟
يعني لنفترض نحن الارتفاع مثلا هذا هو المتر مثلا، وعندي هذا الارتفاع المتر، هذا ارتفاع 3 اللي هو هون، وهون صار اكثر من 3. طيب اذا قال لي من 0 ل 1 هاخذ السلوب 4 ل 1، يعني حنرسم نحن الانت. اذا كانت الارض الطبيعيه بهذا المستوى هيمشي بسلوب 4 ل 1 تقريبا، 4 ل 1 هيمشي بسلوب بهذا الشكل افتراض. اذا كانت الارض الطبيعيه بارتفاع بين المتر و3 امتار، خذ لي سلوب 3 ل 1، 3 ل 1 تقريبا حتصير بهذا الشكل تقريبا، يعني حيمشي لهون. نشوف السلوب كيف تغير، هون كان فاتح شوي تقريبا بصير يسكر 3 ل 1 عم يسكر. اكثر من 3 امتار خذ لي سلوب تقريبا 2 ل 1، يعني الانتر 2 ل 1 تقريبا حتكون بهذا الشكل افتراض. فهذا قصده بالارتفاعات. اذا كان الارتفاع الارض تقريبا ارتفاع متر بعيد عن الطريق، بيمشي بسلوب 4 ل 1 بهذا الشكل، من 1 ل 3 امتار حيمشي بسلوب 1 ل 3 اللي هو بهذا الشكل، واذا اعلى من 3 امتار حيمشي بسلوب 2 ل 1 اللي هو هذا الشكل، وبحالة القط كمان نفس القصة. طيب أنا هودي كيف بدي أحطهم لحتى يفهموا السبب؟ هأجي كنترول 3 هأجي على الديلايت، ورح أجي على الديلايت جنرال، هأجي عملت على القط، على القط فلات قط سلوب. هلا بس في شغلة، إذا جينا إذا ما نفهم كل شيء حيلا شغلة بالأسامبلي، بس رايت كليك وبروح على الهلب. بالهلب بيشرح لي كل تفصيلي عن كل شيء موجود بالأسامبلي. ننتظر شوي بس لتفتح. إنترنت شوي بطيء ما راح تفتح هلا، نشوف هسه بعدين. طيب راح نبص عالديلايت، حنجي عالقط، عندي فلات قط سلوب اللي هي اول قط سلوب. الفلات هي اول مرحله، هي هاي حنجي نغوص عليها فلات قط سلوب، بحقول السلوب هي 4 على 1، بس حط له 4. الماكسيموم هايت عندي الماكسيموم هو متر، حط له 1 متر. بعدين عندي الميديوم، الميديوم هي النصانية، الميديوم هي السلوب 3 بطبه 3، والميديوم ماكس هايت هو عبارة عن 3 امتار، محطوط عندي 3 امتار. وبعدين عندي السليب الستيب كات سلوب اخر مرحلة، كمان سلوب 2 لوان محطوطة طول لوان. هاي مايت القط خلصت، بيجي على الفيل كمان نفس القصة، فلات هي كمان 4، أعلى ماكسيم هايت هي 1، وعندي الميديوم هي 3 لواحد، والميديوم فلات ماكس هايت 3، والستيب في السلوب الآخر آخر مرحلة أكبر من 3 هي السلوب 2 لواحد. بيجي على السب أسامبلي وبحطها عفوا عند السايد وول، بسكر هيدي وهيدي رح أعمل لها ميرور، ورح نحطها على السايد وول عملية اللفت. لهون نحن بنكون رسمنا الأسامبلي هيدي، يعني هيدي أسامبلي بسيطة ما في شي معقد. في دروس تانية حنعملها، حنفوت مثلا بالأسامبلز رح نشرح كذا شغلة فيها، نتعمق فيهم أكثر، نشوف وين نستخدمهم. هلا نحنا عم نشوف أسامبلي عادية كيف نحطها
كيف نصممها للطريق. بالدرس الجاي راح نشوف كيف نرسم الكوريدور ونشوف الطريق من خلال السكشن مع السوبر إليفيشن كيف راح يصير معنا. ويعطيكم ألف عافية.